هل تخيلت يوما أن آلة قادرة على اتخاذ قرار القتل دون تدخل البشر؟ يبدو وكأننا نعيش في فيلم خيال علمي، لكن هذا هو الواقع الآن. الروبوتات القاتلة، الأنظمة التي باتت تتحكم بمصير الأرواح، أصبحت أداة في يد القوى العظمى. في 2021 هاجمت طائرة مسيرة أهدافا في ليبيا دون أوامر بشرية، لتفتح بابا لعصر جديد من الحروب. الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا والصين تستثمر مليارات الدولارات لتطوير هذه الأسلحة الفتاكة، بينما يصر العالم على الحظر. لكن السؤال الأكثر رعبا، ماذا لو فقدنا السيطرة عليها؟ في الدقائق القادمة نكشف أسرار الروبوتات القاتلة وتداعياتها التي قد تغير مستقبل البشرية. سباق الروبوتات الفتاكة، من يقود ومن يرفض؟ في عصر تتسارع فيه التكنولوجيا لتغيير مفاهيم القوة، تقود الولايات المتحدة وروسيا والصين سباقا شرسا نحو تطوير الروبوتات القاتلة. هذه الدول تنفق مليارات الدولارات سنويا لتطوير أنظمة تستطيع القتل دون تدخل بشري. عام 2021 تجاوز الإنفاق العالمي على أنظمة الأسلحة الذاتية 10 مليارات دولار، وهو رقم مرشح للزيادة مع تزايد المنافسة. الولايات المتحدة أطلقت طائراتها المسيرة ريبر درونز، والتي باتت ترمز للحروب الحديثة. روسيا دخلت المعركة بتطوير أوران 9، وهو روبوت قتالي أثار جدلا واسعا بعد خروجه عن السيطرة خلال اختبارات في سوريا. أما الصين فتعمل على تطوير أسراب من الطائرات المسيرة القادرة على اتخاذ قرارات ذاتية بالتنسيق، لتتحول إلى سلاح يغير معادلات الحروب. إسرائيل أيضا دخلت السباق بنظام هيربي درونز، الذي يبحث عن الإشارات الرادارية لتدميرها ذاتيا، بينما تستخدم كوريا الجنوبية مدافع سانتري غانز ذاتية التشغيل على حدودها. لكن السباق لا يتوقف عند الدول، فالشركات الخاصة أصبحت اللاعب الرئيس. شركات مثل بوستون دينامكس وإلبت سيستمز تستثمر بقوة لتطوير تقنيات تجعل القتل مهمة آلية بالكامل. هذا المشهد يعكس تحول الحروب من صراع الجنود إلى صراع الآلات، حيث القرارات القاتلة تصنع بضغطة زر أو ربما بدونها. في الجهة المقابلة هناك دول ترفض بشكل قاطع استخدام هذه التقنية. النرويج وألمانيا وكندا تقود جهودا عالمية لحظر الروبوتات القاتلة، معتبرة أنها تتعارض مع قوانين الحرب الإنسانية. أكثر من 30 دولة أبدت دعمها للحظر الكامل خلال جلسات الأمم المتحدة، التي تناقش منذ عام 2018 وضع إطار قانوني ينظم هذه التكنولوجيا. هذه الدول تحذر من أن السماح بهذه الأنظمة قد يؤدي إلى كوارث أخلاقية وتقنية، إذ يمكن أن تخرج عن السيطرة أو تستخدم في عمليات إبادة جماعية. لكن في ظل تعنت القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، يظل السؤال قائما، هل يمكن إيقاف هذا السباق قبل أن يتحول إلى خطر حقيقي يهدد البشرية؟ أخلاقيات القرار المميت، من المسؤول عندما تقتل الآلة؟ مع بزوغ عصر الروبوتات المدمجة بالذكاء الاصطناعي، يواجه العالم تحديات أخلاقية غير مسبوقة. فكرة أن الروبوت يمكنه اتخاذ قرار مميت دون تدخل بشري تجعل الإنسانية على حافة أزمة أخلاقية وتقنية. هذه الأنظمة لا تفهم الأخلاق أو القوانين، بل تتبع خوارزميات يمكن أن تفسد أو تخطئ في أي لحظة. إليك هذه الأرقام والحقائق الصادمة. في عام 2021 تم توثيق أول هجوم مستقل لطائرة مسيرة قاتلة في ليبيا، حيث نفذت عملية مميتة دون أوامر بشرية مباشرة وفقا لتقارير الأمم المتحدة. ليس هذا فحسب، بل إن 92% من الحوادث التي تشمل أنظمة قتالية ذاتية التشغيل تنتهي بأخطاء كارثية، مثل استهداف مدنيين أو تدمير مواقع حيوية.
تقرير دولي أشار إلى أن 50% من المطورين أنفسهم لا يستطيعون التنبؤ بالكامل بتصرفات الأنظمة عند وضعها في بيئات قتالية معقدة. وتشير التقديرات إلى أن الأنظمة الآلية ستشكل 25% من القوات القتالية العالمية بحلول عام 2030. ومع توسع سوق هذه التكنولوجيا لتصل إلى 20 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025، الولايات المتحدة وحدها تعمل على أكثر من 300 برنامج عسكري لتطوير الذكاء الاصطناعي القتالي، مما يجعلها اللاعب الأبرز في هذا المجال. أما عن الإرهاب بالذكاء الاصطناعي، فيأتي السؤال هنا: ماذا لو استخدمت هذه الأنظمة من قبل جماعات إرهابية؟ الروبوتات القاتلة يمكن تهريبها وتشغيلها بسهولة لتدمير مناطق بأكملها. فمثلا في حادثة عام 2018 تم استخدام طائرة مسيرة في محاولة اغتيال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، مما يظهر خطورة انتشار هذه التكنولوجيا. أيضا لا نستطيع إغفال الأخطاء البرمجية، فأحد أبرز الحوادث وقع عندما قام نظام ذاتي التشغيل باختبار ميداني بتحديد جنود حلفاء كأعداء بسبب خطأ في التعرف. وعن المساءلة، من يتحمل المسؤولية إذا ارتكبت الروبوتات جرائم حرب؟ هل يحاسب مبرمجها؟ أم الدولة التي طورتها؟ أم الجهاز نفسه؟ مع تزايد الاعتماد على هذه الأنظمة، قد يتحول مستقبل الحروب إلى صراعات بلا بشر، حيث تكون الآلات الخصم والحكم. التحدي الأكبر ليس فقط بالتحكم بها، بل في ضمان ألا تتحول إلى أداة للدمار الشامل بأيد غير مسؤولة. حروب الظل الرقمية. في الوقت الذي تنهمك فيه الدول الكبرى بتطوير روبوتات قتالية تقليدية للسيطرة على ميادين المعارك، يبرز شكل جديد من الصراعات قائم على المزج بين الذكاء الاصطناعي والحروب السبرانية. لم تعد الروبوتات القتالية تستخدم فقط لاستهداف الأعداء في ساحة القتال المادية، بل أصبحت أدوات تخريب رقمي تهدد البنية التحتية الحيوية للدول، من شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة إلى أنظمة الاتصالات والبنوك. تشير تقارير أمنية حديثة إلى أن الهجمات السبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي زادت بنسبة 37% خلال العامين الماضيين. تقنيات الذكاء الاصطناعي تعزز قدرة الأنظمة القتالية على تنفيذ عمليات تخريبية عن بعد بسرعة ودقة غير مسبوقتين، مما يجعلها خياراً مفضلاً لدى القوى العسكرية الكبرى. الولايات المتحدة تقود هذا المجال بمشروع بروجكت مايفن، الذي يستغل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد أهداف عسكرية بدقة مدهشة، مما يضع الخصوم تحت ضغط هائل. في المقابل تعمل روسيا على نظام برازفيت، الذي يجمع بين الدفاع الجوي والهجمات السبرانية لتعطيل الأنظمة المعادية. أما الصين فتطور أسرابا من الروبوتات المتصلة بالإنترنت والقادرة على شل البنية التحتية للدول المستهدفة، مثل الأنظمة المالية ومحطات الطاقة في غضون دقائق. في عام 2020 تعرضت شركات طاقة في أوروبا لهجوم سبراني معقد استخدمت فيه أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما تسبب بخسائر تجاوزت مليارات الدولارات. هذه الحوادث أثبتت أن الحروب التقليدية قد تتحول إلى صراعات رقمية تدمر الاقتصادات دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة. الروبوتات القاتلة المتصلة بالشبكات الرقمية تجعل الدول عرضة للاستهداف دون سابق إنذار. مع تسريع التطورات التكنولوجية، قد تصبح هذه الأنظمة أكثر استقلالية وقدرة على اتخاذ قرارات ذاتية، مما يجعل السيطرة عليها أمرا صعبا. كما أن استخدامها من قبل جهات غير حكومية أو جماعات إرهابية يمثل خطرا عالميا يهدد استقرار الدول. هذا التقدم التكنولوجي يضع العالم أمام معضلة: كيف يمكن التحكم في هذه الأنظمة قبل أن تتحول إلى أدوات فوضى عابرة للحدود؟ الحروب القادمة لن تكون مرئية،
بل ستدار في عوالم رقمية غير ملموسة، ولكن آثارها ستضرب الاقتصاد والحياة اليومية بلا رحمة.